بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت السميع العليم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا، إنك أنت الجواد الكريم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين. أما بعد، حياكم الله، مرحبا بكم في هذا اللقاء الذي نتدارس فيه سويا كتاب التنوير في إسقاط التدبير لسيدي ابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى. وكنا وقفنا عند ذكره لبيان بعض القواعد أو قواعد التدبير ومنازعة المقادير. الشيخ كما هو ظاهر من بداية الكتاب يريد أن يقرر قاعدة من أجلها ألف هذا الكتاب. هذه القاعدة هي أن التنوير، تنوير القلب يعني، يحصل بإسقاط التدبير أو عندما ينجح العبد في إسقاط التدبير. لتقرير هذا المعنى، الشيخ يسرد آيات من القرآن العظيم، ثم يفسر هذه الآيات ويستنبط من هذه الآيات المعاني التي تفيد في تقرير هذه الحقيقة. فيقول الشيخ: قال الله سبحانه: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. لاحظوا هنا أن الله سبحانه وتعالى أمر سيدنا إبراهيم عليه السلام بالاستسلام. الإسلام هو تسليم النفس لله، ليفعل الله سبحانه وتعالى بها ما يشاء. فقال: إن الدين عند الله الإسلام، وقال: ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل، وقال: فله أسلموا، وقال: فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن، وقال: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى، وقال: توفني مسلما وألحقني بالصالحين، وقال: وأنا أول المسلمين، إلى غير ذلك من الآيات. إذن الشيخ الآن هيستخرج معنى إسقاط التدبير من معنى الإسلام، من معنى إسلام الوجه لله سبحانه وتعالى. ونحن قلنا لحضراتكم قبل ذلك إن سيدي ابن عطاء الله هنا وسائر السادة الصوفية رضي الله عنهم يعني لا يبعدون عن مقتضيات الكتاب والسنة، علومهم مأخوذة عن الكتاب والسنة، لكن ليس بفهم العوام، وإنما بفهوم العلماء العاملين الذين يفتح الله سبحانه وتعالى عليهم من معاني الكتاب والسنة ما لا يفتح لغيرهم. فيقول الشيخ: إلى غير ذلك، فاعلم أن هذا التكرار لذكر الإسلام تنويها بقدره وتفخيما لأمره. والإسلام له ظاهر وباطن، فظاهره الموافقة لله وباطنه عدم المنازعة. إذن معنى كلمة الإسلام التي ندعيها جميعا، هذه الكلمة لها معنى، وهذا المعنى لا يمكن أن نتسمى به إن لم نتحقق بهذا المعنى. يعني أنت ما ينفعش يبقى اسمك مثلا مهندس إلا إذا كنت فعلا تحققت بمعنى إنك درست الهندسة. ما ينفعش يبقى اسمك طبيب، نطلق عليك اسم طبيب، إلا إذا كانت معنى هذه الكلمة أو إذا كان معنى هذه الكلمة متحققا فيه، هو أنك تكون دارس الطب. فكذلك الأمر، لا يمكن أبدا أن احنا
نطلق على أنفسنا اسم مسلم وندعي هذا إلا إن تحققنا بمعنى هذه الكلمة. هذه الكلمة التي طلبها الله عز وجل منا بصيغ مختلفة في كتابه سبحانه وتعالى. فلماذا كررها الله تعالى؟ قال تنويها بقدره، تنويها بقدر الإسلام، وتفخيما لأمره، إن أمر عظيم مهم ينبغي أن تلتفت إليه النفس وأن تعمل النفس على تحصيله. ثم قال هذا الإسلام الذي ينبغي أن نلتفت إليه وأن نعمل على تحصيله له ظاهر وله باطن. فظاهره الموافقة لله، الموافقة لله معناها الموافقة الظاهرة لله بفعل المأمورات واجتناب المنهيات، يعني هتصلي هذه موافقة ظاهرة، ستمتنع عن شرب الخمر هذه موافقة ظاهرة، وهكذا. طيب قال وباطنه أو وباطنه عدم المنازعة له. إذن باطن الإسلام ألا تنازع الله سبحانه وتعالى في قدره. طيب إذا لم أتحقق بالاستسلام الظاهري ولا الاستسلام الباطني، يبقى أنا قولي بأنني مسلم هذه دعوة عارية عن الدليل. إن المسألة إذا كانت بالدعاوى فأي حد ممكن يدعي أي شيء. طب إيه الفارق بين فلان الذي يدعي وفلان الذي يدعي؟ الفارق هو في التحقق. فلان يدعي ومتحقق، وفلان يدعي بلا تحقق. وإحنا الحمد لله أشطر حاجة بنعرف نعملها دايما إن إحنا ندعي. قال فالإسلام حظ الهياكل. الهياكل جمع هيكل. طيب والهيكل يعني ظاهر البدن. فالإسلام حظ الهياكل وعدم المنازعة، وهو الاستسلام حظ القلوب. يعني عايز يقول لك إنه الاستسلام الظاهري حظ البدن، حظ الجوارح. الاستسلام الباطني هذا حظ الداخل، حظ الباطن، حظ القلب. والقلب هو الداخل، يعني قلب الشيء يعني داخله. فالإنسان كل إنسان خلقه الله له ظاهر وله باطن، له جوارح وله قلب. ولما بنقول قلب لا نعني بالقلب الأعضاء الداخلية، فالأعضاء دي هي ظاهر أيضا، يعني الكبد والكلى والقلب والمعدة والحاجات دي كلها هي ليست هي القلب. القلب هو باطن الإنسان، يعني السر الإلهي في الإنسان، هذا هو. طيب قال وعدم منازعة الإسلام حظ القلوب. يبقى إذن يصير الإنسان الآن إذا تحقق ظاهرا وباطنا بهذا فقط يصير مسلما حقا. طيب أنت حضرتك تحققت ظاهرا، يعني بتصلي بتصوم مش عارف كذا إلى آخره، لكن أنت قلبك فيه المنازعة لله. لما ربنا يبتليك بحاجة تقول له ليه يا رب عملت فيا كده، لما ربنا سبحانه وتعالى يبتليك بأخذ عزيز عليك ولد أو والد أو كذا، تبص تلاقيك انهار. لما واحدة زوجها يموت أو يبعد عنها شوية تنهار، في مشكلة هنا، في مشكلة محتاجة علاج. القلوب ينبغي أن تتعلق بالله سبحانه وتعالى وحده، وإذا تعلقت بمخلوق فينبغي أن يكون هذا التعلق لله سبحانه وتعالى، هذا هو. طب لم ننضبط بعد، يبقى نتعلم، لابد أن احنا نتعلم هذا. هذا اللي أنا أقول لحضراتكم، هذا هو الذي فيه النجاة، وهو فيه وهذا هو الذي فيه التحقق بكلمة الإسلام. يبقى إذا قال والاستسلام حظ القلوب، فالإسلام كالصورة والاستسلام هو روح تلك الصورة، والإسلام ظاهر والاستسلام باطن ذلك الظاهر. فالمسلم من أسلم نفسه إلى الله فكان ظاهرا بامتثال أمره وباطنا بالاستسلام إلى قهره. يبقى أنت ظاهرا يقول لك اركع تركع،
اسجد تسجد، اكظم غيظك تكظم غيظك، اصبر تصبر، وهكذا. طيب، باطنا بالاستسلام إلى قهره. كلنا لو حضرتك تأملت في أحوال الخلق ستجد أننا جميعا يجري علينا ويسري فينا ويعمل فينا اسم الله القهار. كلنا يسري علينا وفينا اسم الله القهار. إحنا مقهورين تحت قهر الله سبحانه وتعالى، فإحنا بيقهرنا الزمن. أنت ما تقدرش توقف الزمن، عمرك بيتقدم، أنت مقهور. حضرتك ما تقدرش تمنع نفسك عن أنك تجوع أو تعطش، فأنت محتاج للطعام والشراب، مقهور. حضرتك ما تقدرش تمنع نفسك من دخول الخلاء إذا احتجت، أنت مقهور. ما تقدرش تمنع نفسك من أنك عايز تنام لما تتعب، مقهور. ما تقدرش تمنع نفسك من الحزن إذا ورد عليك حاجة تحزنك، مقهور. أنت ما تقدرش تغير الدنيا في لحظة. لو عايز تعمل تغيير وراجل مهتم بالإصلاح مثلا، مقهور. ما تقدرش أولادك ولا زوجتك ولا اللي أنت ليك عليهم ولاية يسمعوا كلامك في لحظة، فأنت مقهور، مقهور بغيرك. لذلك كان من تمام الألوهية أن يكون الله واحدا، لأنه لو كان معه شريك لكان واقعا تحت قهره بصورة ما. يعني الشراكة تعني القهر مباشرة، معك شريك يبقى إذن أنت مقهور بإرادته. فإذا إحنا بتسري علينا في كل اللحظات وفي كل الأحوال معاني القهر الإلهي شئنا أو أبينا. طيب، هذا القهر كيف نقابله؟ بعض الناس يقابل هذا القهر بالمنازعة، وبعض الناس يقابل هذا القهر بالاستسلام. مقابلة القهر بالاستسلام هو عبودية الباطن، كما أن الامتثال للأوامر هو عبودية الظاهر. قال: وتحقيق مقام الاستسلام بعدم المنازعة لله في أحكامه والتفويض له في نقضه وإبرامه. إذن مقام الاستسلام تتحقق به بهذا، بألا تنازع الله في حكمه. وأحكام الله نحن قلنا قبل ذلك أنها أحكام شرعية وأحكام كونية، وحضرتك مطالب بالاستسلام لهذه الأنواع من الأحكام جميعا. أحكام الشرعية: افعل تفعل، لا تفعل لا تفعل، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. أنت ملكش خيار، أنت عبد. وكتير من المشاكل اللي احنا بنشوفها اليومين دول، وكتير من الأسئلة العجيبة الغريبة، وكتير من الاعتراض على الدين جاي من أن الناس لا تعرف مقامها. الناس عايزين يبقى اسمهم عبيد لكن عايشين في دور الإله. الناس الآن بتحاكم ربنا سبحانه وتعالى كأنهم يريدون أن يكونوا هم الآلهة، يعدلوا على ربنا في كل حاجة، مفيش حاجة عاجبة الناس. فأنت الآن عليك أن تخضع لحكم الله الظاهر. ربنا يقول لك: يا ست هانم البسي الحجاب الشرعي الساتر، البسي. يقول لك: تعالي على نفسك وأطيعي زوجك وخلي نفسه تتحكم في نفسك. تقولي: حاضر يا رب. يقول لك: يا أستاذ اصرف على زوجتك واصبر عليها واحتويها وما تغضبش عليها واعملها معاملة حسنة فإنها أسيرة عندك. تقول له: حاضر يا رب. ربنا سبحانه وتعالى يقول لك: يا أستاذ ربي أولادك تربية حسنة واصبر عليهم وربيهم كما يرضي الله سبحانه وتعالى. تقول له: حاضر يا رب. يبقى كل دي امتثالات ظاهرة. طيب، مطلوب منك أيضا أن تخضع لحكم الله الباطن. إن حضرتك هتربي، هتحاول تربي أولادك زي ما ربنا قال لك، وبعدين مش هتلاقي نتيجة. إن حضرتك هتبذلي لزوجك، وبعدين هتلاقيه مش بيقدرك قوي. إن حضرتك هتتعب ليل ونهار عشان تصرف على أولادك وتسعد زوجتك، وفي الآخر مفيش حاجة راضياها، ما بترضاش خالص. هنا بقى تقول: هذا حكم الله الباطن. فتعمل إيه؟ تعمل اللي عليك
وتسلم الأمر لله، يا رب قلت لي أعمل كذا عملت، لكن ما حصلش حاجة. فتعمل إيه بقى في الوقت دوت؟ تقول يا رب مش أنت قلت لي أعمل كذا وعملت، أديني عملت، فين بقى؟ فحضرتك تحط نفسك كده مقام الله، وتبقى عايز أنت اللي تستجوب الله وتسأل الله سبحانه وتعالى، فتنازعه في حكمه الباطن، تنازعه في حكمه الباطن. فالمطلوب إيه؟ الامتثال الظاهر والاستسلام الباطن، الاثنين مطلوبين. استسلام الباطن أصعب كمان، استسلام الباطن أصعب من الاستسلام الظاهر. سهل قوي إنه الست تضرب التحجيبة وهي خارجة من البيت، تحط أي طرح على رأسه، سهل جدا. لكن قلبها فين؟ قلبها فين وهي ماشية في الطريق؟ سهل جدا الراجل يعامل الناس بما يعني في الظاهر كده كأنه إنسان متواضع وطيب الخلق وبيقول الكلمة الحلوة، لكن قلبه فين؟ فهو ضبط الباطن دايما أصعب من ضبط الظاهر، أصعب بكتير من ضبط الظاهر. الباطن دايما أصعب، حرب، معركة لا تهدأ، والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. قال فمن ادعى الإسلام طولب بالاستسلام. انت بتقول انك مسلم، نقول لك استسلم. حضرتك مسلم يبقى استسلم. قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين. الا ترى ان ابراهيم عليه السلام لما قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمين. يبقى هذا هو المقام الإبراهيمي الذي يجب على كل مسلم أن يكون على خطاه. يبقى أنت ربنا سبحانه وتعالى يقول لك أسلم، ارضى ظاهرا وباطنا، امتثل ظاهرا وباطنا. يبقى المفروض الجواب الظاهر والباطن أسلمت، أسلمت يا رب العالمين. فلما زج به في المنجنيق واستغاثت الملائكة، من جنيق آلة زي المدفع كده زمان، لكن كان الآلة دي بتلقي الحجارة، يعني بدل ما يضربوا قنابل في المدفع كانوا زمان آلة تلقي الحجارة على الأعداء. فكانوا أحيانا لما يحبوا يعذبوا حد يربطوه في المنجنيق بدل الحجارة. فإيه بقى؟ المنجنيق يدفعه دفعا إلى مكان بعيد ويقع على الأرض، يعني كأنك بالظبط كده رميت واحد من الدور رقم 50 مثلا، فطبعا هيموت، هيموت. أو كأنك ألقيته من جبل يموت. طيب، فلما زج به في المنجنيق واستغاثت الملائكة قائلة يا ربنا هذا خليلك وقد نزل به ما أنت به أعلم، فقال الحق سبحانه اذهب إليه يا جبريل فإن استغاث بك فأغث وإلا فاتركني وخليلي. فلما جاءه جبريل عليه السلام في أفق الهواء قال ألك حاجة؟ قال أما إليك فلا، وأما إلى الله فبلا. شوفوا بقى سيدنا إبراهيم كيف استحق مقام الخلة، كيف استحق سيدنا إبراهيم مقام الخلة. في أصعب المواقف جايله جبريل، مش أي حد، مش ملاك عادي، بيقول له عايز، مش محتاج حاجة. قلبه فين سيدنا إبراهيم؟ قلبه مع الله عز وجل، استسلام تام لله سبحانه وتعالى. أما إليك يا جبريل فلا، لا أحتاجك أنت. شوفوا إخواننا لما العبد يبقى منير البصيرة فشايف الأمور في غاية الوضوح، أما إليك فلا وأما إلى الله فبلا. قال سله، قال حسبي من سؤالي علمه بحالي. فلم يستنصر بغير الله ولا جنحت همته لما سوى الله، بل استسلم لحكم الله مكتفيا بتدبير الله له عن تدبيره لنفسه، وبرعاية الحق له عن رعايته لها. إذن سيدنا إبراهيم استسلم لفعل الله سبحانه وتعالى فيه،
عالما أن تدبير الله سبحانه وتعالى له خير من تدبيره لنفسه، وبعلم الحق سبحانه عن سؤاله علما منه أن الحق به لطيف في جميع أحواله، فأثنى عليه بقوله: وإبراهيم الذي وفى. ما معنى وإبراهيم الذي وفى؟ يعني وفى عهده مع الله، يعني كان على القدم، كان على العهد الذي أراده الله سبحانه وتعالى منه، فكان خليلا لله حقا وصدقا، فلم يطلب من غير الله، لم يلجأ إلا لله، لم يلتفت إلا لتدبير الله سبحانه وتعالى فيه، ونجاه من النار، فقال: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. قال أهل العلم: لو لم يقل الحق وسلاما لأهلكه بردها فخمدت تلك النار. إذن الله عز وجل قال: كوني يا نار بردا، بردا بس كده؟ ما هو الإنسان ممكن يموت من البرد. والله عز وجل أخبرنا أن من عذابه يوم القيامة عذاب الزمهرير، ما هو النار. كثير من الناس يظنون أن عذاب الله عز وجل في النار هو عذاب بالإحراق فقط، لا، النار فيها سيكشن، فيها قسم العذاب بالإيه؟ بالبرد الشديد. وسبحان الله، لو حضراتكم رأيتم ماذا يفعل البرد الشديد في جسد الإنسان، هتلاقي أثره على الجلد يشبه أثر الإحراق بالنار تماما. سبحان الخلاق العظيم، سبحان الله. فإحنا في النار، ربنا يعافينا وإياكم، هناك الإحراق بالنار الحارة، وهناك الإحراق بالبرد الشديد الذي هو الزمهرير الذي ذكره الله عز وجل في القرآن. فلذلك قلنا يا نار كوني بردا، ثم أتبعها بقوله وسلاما، بحيث برد يعني منعش، مش برد مهلك. وقال أهل العلم بأخبار الأنبياء: لم يبق في ذلك الوقت نار بمشارق الأرض ولا مغاربها إلا خمدت، ظانة أنها المعنية بالخطاب، فقيل إنه لم تحرق النار منه إلا قيده، يعني هذه النار التي تسلطت على إبراهيم عليه السلام لم تحرق منه إلا قيده، يعني الحبل الذي كان مربوطا به دون أن تؤذيه. قال فائدة جليلة: انظر إلى قول إبراهيم عليه السلام لما قال له جبريل عليه السلام: ألك حاجة؟ قال: أما إليك فلا، ولم يقل: ليس لي حاجة. بإذن سيدنا إبراهيم لم يستكبر، بل كان عبدا فقيرا، ما قالش: لا، أنا ليس لي حاجة، أنا لا أحتاج إليك. يعني مش لا يليق بأخلاق الأنبياء. فإذا قال له: لأن مقام الرسالة والخلة يقتضي القيام بصريح العبودية، ومن لازم مقام العبودية إظهار الحاجة إلى الله والقيام بين يديه بوصف الفاقة. يبقى ما كانش ينفع سيدنا إبراهيم يقول له: ليس لي حاجة، ما كانش ينفع يقول له كده، لكن كان عايز يقول له: أنا لي حاجة، أنا عبد فقير محتاج ذليل، لكن ذلي واحتياجي وافتقاري إلى ربي وليس إليك. ده معنى الكلام. فناسب ذلك أن يقول: أما إليك فلا، أي أنا محتاج إلى الله، وأما إليك فلا. فجمع في كلامه هذا إظهار الفاقة إلى الله ورفع الهمة عما سوى الله، لا كما قال بعضهم: لا يكون الصوفي صوفيا حتى لا يكون له إلى الله حاجة. وهذا كلام لا يليق بأهل الاقتداء المكملين، مع أنه مؤول لقائله. شوفوا هنا بقى، هنا منهج، هنا منهج حضراتكم لازم تاخدوا بالكم منه، إنك إذا قرأت شيئا من السادة الصوفية
المعروفين بالعلم والصلاح والتقوى المشهود لهم بالخير، فعليك أن تحمل كلامهم على أحسن المحامل إحسانا للظن الواجب تجاه كل مسلم، فما بالك بأناس عرفوا بالتقوى والصلاح والعلم. يبقى حضرتك إيه؟ تحسن الظن، نطلب منك تحسن الظن. فحضرتك هتقرأ عبارات لبعض الصوفية معروفة، عبارات كثيرة متداولة يتداولها الإخوة وبيطعنوا بها على التصوف. فماذا نفعل إذا هذه العبارات؟ أولا نحسن الظن، ثانيا نتهم فهمنا، ثالثا نسأل أهل العلم عن المعنى الصحيح لهذه العبارات. زي ما بعضهم يقول لك إيه، خضنا بحرا وقف الأنبياء على ساحله. فحضرتك تيجي بفهمك البسيط تقول إيه ده، هو بيفضل نفسه على الأنبياء؟ وحضرتك لما تيجي بقى تسأل أهل العلم يقول لك يا سيدي مراده أنه ما زال في البحر، بحر معرفة الله عز وجل، أما الأنبياء فوصلوا إلى الساحل، يعني الأنبياء في الطرف الثاني، مش هو خاض الأنبياء لسه واقفين، لا هو خاض ماشي في طريق الأنبياء، يعني هو يريد أن يقول أنا في طريق الأنبياء. وهكذا. فإذا الشيخ هنا يقول لك إنه بعض السادة الصوفية يقولون لا يكون الصوفي صوفيا حتى لا يكون له إلى الله حاجة. حضرتك طبعا هتقرأ هذا الكلام في الظاهر هتقول إيه ده؟ إيه الكلام الغريب ده؟ كيف لا يكون لعبد من عباد الله حاجة إلى الله؟ كلنا محتاجون إلى الله، هو يستغنى عن الله يعني؟ قال لك مع أنه مؤول لقائله، يعني هو ظاهره لا يليق، ومع ذلك نؤوله لقائله حتى لا نتهم قائله، بأن مراده أن الصوفي قد تحقق بأن الله قد قضى حوائجه من قبل أن يخلقه، فليس له إلى الله حاجة إلا وهي مقضية في الأزل، ولا يلزم من نفي الحاجة نفي الاحتياج. إذن ما معنى قوله لا يكون الصوفي صوفيا حتى لا يكون له إلى الله حاجة؟ معناها إن حاجاته مقضية قبل أن يخلقك الله، زي كده رزقك مكتوب قبل أن يخلقك الله، وفي السماء رزقكم وما توعدون. ثم يؤمر الملك فيكتب 4 كلمات وأن يكتب رزقه كما ورد في الحديث. فحاجاتك يا سيدي مقضية، ده معنى العبارة، فأنت ليس لك إلى الله حاجة لأنه قضى بالفعل، رب رؤوف رحيم كريم جواد قضى لك قبل أن تطلب. طيب قال لك إيه كمان؟ قال لك نفي الحاجة لا يلزم منه نفي الاحتياج، فأنت حاجتك مقضية لكنك ما زلت محتاجها لأنها لم تظهر إلى الوجود بعد. طيب بالظبط كده لما تكلم واحد في مصلحة يقول لك خلاص هعملها لك، فأنت أهو عندك إيه، خلاص الحاجة غير قائمة لكن لسه وقتها ما جاش، لسه هيقضي لك الحاجة دي بعد أسبوعين، فأنت إيه ما زلت محتاجا، ما زلت ماذا؟ محتاجا. فنفي الحاجة لا يعني إيه نفي، أو لا يلزم منه نفي ماذا؟ الاحتياج. هذا تأويل. التأويل الثاني إنما قال لا يكون له إلى الله حاجة، أي إنما بطلبه ليس همه الطلب منه، وشتان بين طالب لله وطالب من الله. وقد يكون مراده بقوله لا يكون له إلى الله حاجة أنه مفوض إلى الله مستسلم له، فليس له مع الله مراد إلا ما أراد. إذا هذه تأويلات. من هذه التأويلات التأويل الثاني الذي ذكره الشيخ، لا يكون له إلى الله حاجة يعني حاجته ليست بطلبه، حاجته ليست بطلبه، وإنما هو حاجته حاصلة بالله، فإذا هو عليه أن يطلب الله لا أن يطلب الحاجة من الله، والله عز وجل إذا طلبه العبد قضى له حاجته. يبقى أنت علاقتك بالله ما تبقاش مبنية على أساس أنك ليك عند ربنا حاجة، لا أنت ابني علاقتك مع الله على أساس أنك طالب لله ولست طالبا من الله.
قال لك وشتان بين طالب لله وطالب من الله. فهو إيه؟ ليس له إلى الله حاجة لأنه يطلب الله وحوائجه مقضية بكرم الله، وقد يكون مراده إنه مستسلم مفوض، ليس له إلى الله حاجة لأنه يدع الله عز وجل يتصرف، هو لا يحدد شيئا معينا يحتاجه في حياته، وإنما يدع الله سبحانه وتعالى هو الذي يختار له. طيب إذا سيدنا ابن عطاء الله السكندري هنا يقول إن سيدنا إبراهيم عليه السلام أظهر الافتقار، وهذا هو المقام اللائق، هذا هو المقام اللائق. أما قول بعض الصوفية لا يكون الصوفي صوفيا إلا أن يكون له إلى الله حاجة، فالمعنى الظاهر لا يليق، لأن الحاجة إلى الله لا تنتفي أبدا، الافتقار إلى الله لا ينتفي أبدا. طب ما معنى العبارة؟ معان كثيرة ذكر منها ثلاثة. طيب قال فائدة جليلة أيضا، وذلك أن جبريل عليه السلام لما قال لإبراهيم عليه السلام ألك حاجة؟ قال أما إليك فلا وأما إلى الله فبلى. علم جبريل عليه السلام أنه لا يستغيث به وأن قلبه لا يشهد إلا الله وحده، فقال له حينئذ سله، أي إن لم تستغث بي التزاما منك عدم التمسك بالوسائط فسل ربك فإنه أقرب إليك مني. فقال إبراهيم مجيبا حسبي من سؤالي علمه بحالي. إذن سيدنا جبريل لما أجيب عليه هذه الإجابة من سيدنا إبراهيم علم مقام سيدنا إبراهيم، علم ما في قلب سيدنا إبراهيم، فقال له إيه بقى؟ قال له طيب إذا كانت حاجتك إلى الله فاسأل الله، ما تسألش حد تاني. سيدنا إبراهيم رد عليه قال له حسبي من سؤالي علمه بحالي، أي إني نظرت فرأيته أقرب من سؤالي، ورأيت سؤالي من الوسائط، وأنا لا أريد أن أستمسك بشيء دونه. يبقى هو إيه؟ حتى السؤال وجد أنه لا يفي بحاجته، وأراد أن يكون تمسكه بالله لله وليس ليطلب من الله، زي ما قال فوق الشيخ لما قال هنا إيه؟ وشتان بين طالب لله وطالب من الله. فهو أراد سيدنا إبراهيم عليه السلام أن يكون طالبا لله وليس طالبا من الله، ولا أريد أن أستمسك بشيء دونه، ولأني علمت أن الحق سبحانه عالم فلا يحتاج أن يذكر بسؤال ولا يجوز عليه الإهمال، فاكتفيت بعلم الله عن السؤال، وعلمت أنه لا يدعني من لطفه في حال، وهذا هو الاكتفاء بالله والقيام بحقوق حسبي الله. طب هل معنى كده أن سيدنا إبراهيم عايز يقول لنا الدعاء ملوش لازمة؟ لا طبعا، سيدنا إبراهيم أي نعم لم يسأل الله سؤالا مباشرا، لكن كان مع الله بالذكر، لذلك ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. يعني سيدنا إبراهيم ما كانش جوابه استغناء عن الله، ولكن كان جوابه اللجوء إلى الله، لجوء إلى الله لله وليس لشيء. فهو انشغل سيدنا إبراهيم ليس بالدعاء، وإنما انشغل سيدنا إبراهيم بذكر الله عز وجل حتى يعطيه الله تعالى أفضل ما يعطي السائل، وهذا من الاكتفاء. يقول والقيام بحقوق حسبي الله، حسبي الله يعني كافيني ربي، كفيلي ربي، حافظني ربي، ده معنى حسبي. حسبي الله يعني إيه؟ كافيني الله، حافظني الله، حاميني الله. وكان شيخنا يقول في قوله سبحانه وإبراهيم الذي وفى، قال وفى بمقتضى قوله حسبي الله، يعني احنا كلنا ما شاء الله علينا، يعني ايه زي ما قلنا الكلام ما هو ببلاش، لما حد يقول حسبي الله نقول له انت متأكد؟ يعني المفروض الايه لما تسمع حد يقول لك حسبي الله تقول له انت متأكد؟ لانك لو حققته وزنقت عليه شوية سيظهر انه كذاب، سيظهر انه كذاب، لا حسب الله ولا حاجة.
لا حسب الله ولا حاجة. إمتى يكون الله حاسبك فعلا، مش مجرد دعوة إنك تبقى زي سيدنا إبراهيم كده؟ في أشد أوقات الأزمات حاجتك إلى الله طلبا لله، يبقى حسبك الله عز وجل. قال بعضهم: سلم طعامه للضيفان، ولده للقربان، وبدنه للنيران، فأثنى عليه الحق بقوله: وإبراهيم الذي وفى. يا سلام يا سلام، شوفوا أدي سيدنا إبراهيم يا إخواني، أدي سيدنا إبراهيم، أدي سيدنا إبراهيم الذي استحق مقام الخلة. ماذا فعل لربه سبحانه وتعالى حتى يصل إلى هذا المقام يا إخواني؟ ماذا فعل سيدنا إبراهيم؟ أدي سيدنا إبراهيم اللي عمله، أدي سيدنا إبراهيم اللي عمله. ماذا فعل سيدنا إبراهيم؟ قال: سلم طعامه للضيفان. سيدنا إبراهيم كان معروف بالكرم البالغ عليه السلام، كان معروفا بالكرم البالغ لدرجة أنه عليه السلام لم يكن أبدا يأكل وحده. سيدنا إبراهيم لم يكن يأكل وحده، فسلم طعامه للضيفان، كان معروف بالكرم الشديد عليه السلام. طيب، وولده للقربان، في حد فينا يقدر يقدم ابن قربانا لله عز وجل كما فعل سيدنا إبراهيم عليه السلام؟ صعب صعب. وبدنه للنيران، سلم بدنه للنيران في ذات الله عز وجل، محبة في ذات الله، ابتلاء من الله عز وجل حين بلغ رسالة الله، ده سيدنا إبراهيم. طيب، فلما سيدنا إبراهيم عمل الحاجات العظيمة دي، الله عز وجل أثنى عليه بقوله: وإبراهيم الذي وفى. وفى بماذا؟ وفى حين تعلق بالله وحده في كل هذا. فأنت لما تقدم طعامك للضيفان معناها إيه؟ إنك مش خايف من الرزق، إنك لا تخاف من انقطاع رزقك أو نفاد مالك، فأنت إيه؟ حسبي الله. لما تقدم ولدك للقربان معناها إيه؟ حسبي الله. لما تبقى في النيران أو مقدم للنيران معناها إيه؟ حسبي الله. وأنت في أشد الأوقات تردد حسبي الله قولا وفعلا. طيب، قال فائدة جليلة: اعلم أن الملائكة لما قال لهم الحق سبحانه: إني جاعل في الأرض خليفة، يعني آدم وذريته، قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال: إني أعلم ما لا تعلمون. فكان عدم استغاثة إبراهيم عليه السلام بجبريل في ذلك الموطن احتجاجا من الله عليهم، كأنه يقول: كيف رأيتم عبدي هذا؟ شوفوا ربنا سبحانه وتعالى لما أراد أن يجعل في الأرض خليفة، والملائكة يعني استخفت، أو الملائكة لا نقول استخفت، استغفر الله، لكن نقول يعني أشفقت أن يوجد على الأرض من يفسد فيها كما كان الحال قبل ذلك. فربنا سبحانه وتعالى قال لهم: إني أعلم ما لا تعلمون. فلما بيظهر لله عز وجل عباد أمثال سيدنا إبراهيم عليه السلام يحققون خلافة الله عز وجل في الأرض حقا وصدقا، يتحققون بالعبودية لله سبحانه وتعالى حقا وصدقا، الله عز وجل يفاخر بهم، الله سبحانه وتعالى يفاخر بهؤلاء. فكان عدم استغاثة إبراهيم عليه السلام بجبريل في ذلك الموطن احتجاجا من الله عليهم، كأنه يقول: كيف رأيتم عبدي هذا؟ يا من قال: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ فظهر بذلك سر قوله سبحانه: إني أعلم ما لا تعلمون. يعني ربنا سبحانه وتعالى لما أراد أن يخلق علم أنه سيكون من عباده أمثال سيدنا إبراهيم عليه السلام، الذي سيكون خليفة أو سيتحقق بخلافة الله حقا على الأرض. والمعنى الحقيقي للخلافة يا أخوانا إنك تكون مع الله. فأنت ما معنى خليفة الله على الأرض؟ إنك مع الله، ليس في قلبك إلا الله سبحانه وتعالى. جاء في الحديث عنه عليه السلام: يتعاقبون فيكم ملائكة الليل والنهار،
فيصعد الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم كيف تركتم عبادي، فيقولون أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. الملائكة، ملائكة ما هو الملائكة علينا شفتات أو ورديات، ينزل مجموعة من الملائكة في أول النهار مع صلاة الفجر، ويصعدون مع صلاة العصر، ينزل مجموعة أخرى وهكذا. فيقول لك إيه؟ أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. قال الشيخ أبو الحسن سيدي أبو الحسن الشاذلي رضي الله عنه: كأن الحق سبحانه وتعالى يقول لهم: يا من قال أتجعل فيها من يفسد فيها كيف تركتم عبادي؟ طيب ربنا مش بيسأل ليعلم، ربنا سبحانه وتعالى يسأل ليجعل الملائكة تقر. تقر بماذا؟ بأن من عباد الله من يباهي الله بهم. فكان مراد الحق سبحانه بإرسال جبريل عليه السلام إليه لإظهار رتبة الخليل عليه السلام عند ملائكته. يبقى الله عز وجل لما أرسل سيدنا إبراهيم، سيدنا جبريل لسيدنا إبراهيم، كان لماذا؟ ليكشف الله عز وجل رتبة سيدنا إبراهيم أمام الملائكة الذين قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها؟ فكأن الله يقول لهم: وهل إبراهيم ممن أفسد فيها؟ أو أنه تحقق بالخلافة كما أردت؟ هكذا. فكان مراد الحق سبحانه بإرسال جبريل عليه السلام إليه لإظهار رتبة الخليل عليه السلام عند ملائكته، وتثبيتا لشرف قدره وفخامة أمره، وكيف يمكن لإبراهيم عليه السلام أن يستغيث بشيء دونه وهو لا يرى إلا إياه ولا يشهد سواه. طيب عايز يقول لك برضو هنا أن سيدنا إبراهيم ما وصلش لهذه الدرجة كده من فراغ. لا، سيدنا إبراهيم من قبلها كان على حال مع الله سبحانه وتعالى بحيث لا يرى إلا الله. فكان سيدنا إبراهيم في كل أحواله لا يرى إلا الله فاعلا، وإنما سمي الخليل لأنه تخلل سره محبة الله وعظمته وأحديته، فلم يبق فيه متسع لغيره. يعني امتلأ سيدنا إبراهيم بمحبة الله سبحانه وتعالى وتعظيم الله عز وجل. فلما تيجي تسأل سيدنا إبراهيم عن مكان في قلبه لأي حد في الدنيا يقول لك ما فيش، امتلأ المكان بمحبة الله. لذلك سهل عليه عليه السلام إنه لما ربنا يقول له اذبح ولدك يقول له سمعا وطاعة يا ربي. ليه؟ قلبه لا يرى إلا الله، كما قال: قد تخللت مسلك الروح مني وبذا سمي الخليل خليلا. يعني الخليل يا أخوانا لا يسمى خليلا إلا إن سرت محبته في أعضائك، في دمك، في روحك. فإذا ما نطقت كنت كلامك، وإذا صمت كنت الغليلا. إذن هذا هو حال سيدنا إبراهيم عليه السلام بدءا ونهاية. كيف وصل سيدنا إبراهيم عليه السلام إلى هذه المرحلة من التحقق بحسبي ربي، من التحقق بحسبي الله، من التحقق بالوفاء، عندما قال له ربه أسلم قال أسلمت؟ فكأنه سيدي بن عطاء الله السكندري هنا يريد أن يقول: يا أيها المسلم الذي يريد أن يصل إلى شيء من معاني الخلة الإبراهيمية، ابدأ أولا بالاستسلام كما استسلم إبراهيم عليه السلام، تذق شيئا من معاني الخلة. والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وصلى اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. لو حد من حضراتكم عنده أي سؤال يتفضل. طيب يا شيخنا، إزاي نوصل للمرحلة اللي حضرتك بتقولها بالنسبة لإن إحنا يعني نتحلى بالأخلاق الإبراهيمية؟ يعني إزاي ممكن إحنا نوصل ليها؟ إزاي نوصل ليها؟ بأمور كثيرة، أولها بفعل المأمورات واجتناب المنهيات، بمنها مداومة ذكر الله سبحانه وتعالى، بمنها إن إحنا نركز في الذكر على الذكر اللي إحنا قلناه،
لا حول ولا قوة إلا بالله، والأذكار التي وظفناها على حضراتكم. يعني أمور كثيرة تبدأ بمعاناة، يعني المسألة ليست مجرد تمني أو أمنيات، وإنما استسلام حقيقي لمراد الله سبحانه وتعالى في الإنسان. فكيف نصل إلى هذه المرحلة؟ بالاستسلام الظاهري والباطني زي ما قلنا. الاستسلام الظاهري فعل المأمورات واجتناب المنهيات. الاستسلام الباطني الرضا عن الله عز وجل وبفعل الله سبحانه وتعالى في الإنسان. فهمتي؟ فهمت يا شيخنا، بس أحيانا الإنسان سبحان الله يعني مع أحيانا الغفلة مع الحياة مع كده، يعني أحيانا بتاخد منه، بتاخد من الطاقة يعني. فإيه الحاجة اللي لازم يعني سبحان الله اللي بتعين إن احنا نشحن طاقتنا أو نزود الطاقة أو نقدر إن احنا نكمل؟ الصحبة الصالحة وطلب العلم والصبر، واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. معذرة أنا بس في المقولة بتاعت يعني اذهب إليه يا جبريل فإن استغاث بك فأغث، هل دي كان رب يعني المقصود منها؟ هل طلب مثلا كأنها طلب الوسيلة جزء طبعا إن هي ربنا سبحانه وتعالى في الآخر، ولا يعني هل ده يتعارض مع طلب الوسيلة أو التوسل في أي حاجة ولا لأ؟ يعني حتة إن في الآخر الواحد موقن جواه إن هو حسبي الله ونعم الوكيل، هل ده هيتعارض معاها ولا لأ؟ لا، ما يتعرضش. الإنسان ممكن يطلب من غير الله سبحانه وتعالى وهو يعلم أن الله هو المحرك للكل. زي ما أنا دلوقتي مثلا ممكن أطلب من ابني وأقول له اسقني ماء أو اعطيني كوب ماء، فأنا دلوقتي إيه بعمل إيه؟ بستعين بابني، لكن أنا أعلم جيدا أن الله عز وجل هو الذي حركه ويحركه، وهو خالق الماء، وهو الذي يروي بالماء وكذا. الاستغاثة أو الاستعانة بغير الله سبحانه وتعالى، خاصة إذا كانت بالصالحين، هي سنة نبوية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا انفلتت دابة أحدكم في أرض فلات فليقل يا عباد الله أغيثوني. فلا مانع أن الإنسان يستغيث بغير الله سبحانه وتعالى. هذا مقام. في مقام أعلى، في مقام أعلى، لكن هذا المقام الأعلى لا يطيقه كل الناس. يعني دلوقتي لو أنا جالي مرض، هل الناس تطيق ما تروحش للطبيب؟ لا، الناس عايزة تروح للطبيب في مقام أعلى، إنه ما يروحش للطبيب. وأنا رأيت بعض الصالحين هكذا لا يذهبون إلى الأطباء أبدا، يقول لك الله سيشفي. لذلك هتلاقوا الفقهاء يقول لك إن التداوي مش واجب، التداوي جائز، مباح، من المباحات، مش واجب على الإنسان أن يتداوى. ليه؟ لأنه الشافي أصلا هو الله، الطبيب مجرد سبب. فالناس لضعف إيمانها يتعلقون بالأسباب. طيب في درجة أعلى، إن الواحد يتعلق بالله، يطلب من الله. ده ماشي وده ماشي، ده ماشي وده ماشي. فهو سيدنا إبراهيم إن مقامه عالي، لا، ما طلبش من جبريل عليه السلام، مع إنه لو كان طلب من جبريل شرعا ما فيهاش حاجة، لا يلام سيدنا إبراهيم. لكن سيدنا إبراهيم صاحب مقام عالي عليه السلام. واضح؟ معلش يا شيخنا، ممكن استفسر عن حاجة حضرتك قلتها؟ قلتها في الإجابة ولا قلتها في اه الدرس؟ لا في الإجابة. حاجة إيه؟ حضرتك بتقول ان يعني احنا ممكن يعني ان التداوي مش واجب، طب هو كده مش يعتبر تواكل ان احنا ما خدتش بالاسباب؟ ما هو الأسباب منها أسباب ظاهرة وأسباب باطنة. الأسباب، ترك الأسباب معناها إن أنا أترك التداوي وأترك اللجوء إلى الله، ده معناها كده أنا تركت الأسباب. لكن أنا تركت التداوي اللي هو السبب الظاهر، ولجأت إلى السبب الباطن وهو الدعاء واللجوء إلى الله والاستغاثة بالله، يبقى أنا كده ما تركتش الأسباب. ما هو الدعاء سبب من الأسباب. طب ما هو الدواء برضو يا شيخنا يعتبر هو السبب من أسباب ربنا أعطانا إياه، فليه يعني ما قلتش هو ده؟ ما قلتش ما قلناش حاجة ما قلناش حاجة. هذا سبب وهذا سبب، هذا يمكن الأخذ به وهذا يمكن الأخذ به. فتارك السبب الظاهر لا يسمى تاركا للأسباب، لأن الأسباب ليست هي الأسباب الظاهرة فقط. الدعاء سبب من الأسباب. أحسن الله إليكم.
طيب، نلقاكم على خير إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.